بزاف منكم اللي كيخليوا لي التعاليق على شي وصفه اللي كتبيض 100%، شي وصفه اللي تقضي على التصبغات. وانا عندي واحد الوصفه رهيبه البنات، وصفه خطيره اللي غادي تجربوها وغترجعوا تشكروني عليها في التعليقات، كتقضي على الحروق ديال اشعه الشمس، على التصبغات، على البقع الداكنه، على الحبوب، على الاثار ديال الحبوب، على السواد ديال الجسم، على سواد القدمين، سواد الركب، سواد العنق او الرقبه، اليدين او المرفقين، مهم اي مكان في الجسم ديال سواء البشره او الجسم. بغيتي تبيضي، بغيتي تخلصي من دوك التصبغات، فمرحبا بك عندي. اليوم غنعطيك الوصفه اللي غادي تجربيها وغادي تبهري بالنتيجه، غادي تصدمك النتيجه، لانها من اول استعمال كتعطي واحد النتائج يعني رائعه. وهاد الوصفه هذه من اروع الوصفات اللي مبيضه واللي كتعطي تفتيح 10 درجات، يعني بدون نقاش غتجربوها وغترجعوا تشكروني عليها في التعليقات. المهم غندوزو دابا تشوفوا معايا الطريقه والمكونات في نفس الوقت، وغير ما تنساوش اختكم واحد لايك للفيديو، الله يحفظكم، شجعوني باللايكات ديالكم، كذلك ما تنساوش البارطاج باش ان شاء الله كل شيء يستفد من هذه الوصفه هذه، خصوصا وانا دابا الصيف كل شيء تيقلب على شي وصفه او شي ماسك مبيض، وهذه الوصفه هذه غتجربوها وغتلقاو واحد النتيجه اللي زوينه بزاف انا متاكده. غادي ندوا على بركه الله. كما كتشوفوا معايا عندنا اول مكون اللي هو اوراق السدر. اوراق السدر معروفه، هاد اوراق السدر راه تيتباع عند العطار، كتاخذوه وكطحنوه اولا كتاخذوه مطحون على شكل بودره. تناخذوا واحد الكميه، المهم انا غندير هنايا هاد الكميه اللي غتشوفوا معايا، ممكن دوبليو المقادير اولا المكونات. غادي ناخذوا ملعقه كبيره ديال الاوراق السدر مطحون، ملعقه كبيره ديال الحمص مطحون كما غادي تشوفوا معايا. هاد الوصفه راه كتقضي على الجلد الميت، كتحيد الطبقه ديال الجلد الميت، كذلك كتفتح البشره، تتقضي على داك الاثار ديال الحبوب، البقع الداكنه. مهم راه الوجه تيولي كيشعل، واخا وجهك يكون حالته اولا الجسم ديالك يكون كذلك حالته، راه كيرجع تيشعل بالبيوضه، المهم شي حاجه اللي طوب البنات. هنا كما كتشوفوا معايا غادي ناخذوا ياغورت طبيعي من بعد ما خدينا دوك جوج ديال المكونات، وكنديروا نفس الكميه، يعني ملعقه كبيره اوراق السدر مطحون، ملعقه كبيره حمص مطحون، وغادي ناخذ تقريبا ملعقه كبيره عامره اولا جوج معالق، من احسن ديروا جوج معالق كبار عامرين ديال الياغورت، ياغورت طبيعي اولا دانون مسوس. وغنخلطوا هاد المكونات حتى ينسجموا لينا مزيان كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. هاد الوصفه ديروها حتى الرجيلات ديالكم الا كان شاده فيهم الشمس او الركب او يعني الساقين او اي مكان في الجسم. على التبييض من اول استعمال كتبان لك النتيجه. غنخلطوا مزيان هاد المكونات كما كتشوفوا معايا، من بعد ما كندمجوا هاد المكونات بهذا الشكل هذا، من بعد ما ندمجوا هاد المكونات غادي ندوزو لثالث او لرابع مكون اللي هو الخل ديال التفاح. هنا بالنسبه للخل ديال التفاح راه من اقوى المبيضات، هو كيحيد لينا ليطاش يعني البقع الداكنه، تيوحد لينا اللون، تيصفي لينا البشره ديالنا. ممكن ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد الملعقه تقريبا صغيره عامره، ونخلطوا المكونات جيدا. كما كتشوفوا معايا وممكن تضاعفوا الكميه ديال المكونات الا بغيتوا كميه اكثر. من بعد غناخدو زيت الزيتون، معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، ممكن تعوضوها باي زيت، يعني زيت الزيتون الا ما متوفراش لكم ممكن تعوضوها باي زيت عندكم، بحال زيت اللوز، زيت جوز الهند، زبده الشيا او زيت الشيا، يعني على حسب اللي متوفر لكم.
من بعد كما كتشوفوا معايا غناخدو غنزيد هنايا واحد شويه ديال الياغورت. المهم غير باش الخلطه تولي لنا مطلوقه واحد شويه، يعني ما تبقاش هكا عاقده. داكشي اش قلت لكم في الاول غنحتاجو واحد جوج معالق كبار، يعني حسبت لكم حتى هاد الكميه اللي ضفت دابا كما كتشوفوا معايا. وغنخلطو مزيان من بعد ما غنخلطوا المكونات كما كتشوفوا معايا، وكيولي عندنا واحد الخليط اللي بحال هكا كما كتشوفوا، يعني ماشي ثقيل وماشي خفيف او ثاني بزاف. من بعد غناخد هذا زيت اللوز كما كتشوفوا معايا، ناخدو زيت اللوز قطرات هكا من زيت اللوز ونخلطو المكونات مزيان. من بعد ما خلطنا هاد المكونات غندوزو لطريقة ديال الاستعمال ديال هاد الوصفة. فكما قلت لكم الطريقة هي ان هاد الوصفة بعدا سهلة. الطريقة ديالها غتاخدوا كمية وغتوضعوها على البشرة ديالكم او لا على الجسم، يعني اي مكان، وغتطبقوها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. اما بالنسبة للمدة فغتخليوها واحد المدة هكا ديال ما بين 15 ل 20 دقيقة وغتغسلوا وغديروها بشكل يومي، يعني تقدروا ديروها بشكل يومي، تخليوها من ربع ساعة ل 20 دقيقة لثلث ساعة وتغسلوها. وهذه هي الوصفة، شي حاجة اللي زوينة بزاف، نتمنى تجربوها. وراء اوراق السر عندهم منافع كثيرة بالنسبة للبشرة وكذلك الحمص مطحون. وهاد الوصفة هذه مجربة، يعني من الوصفات اللي صراحة مفضلة عندي بزاف، كنستعملها بزاف وكتعطي واحد النتيجة يعني سريعة يعني في التبييض. داكشي علاش قلت غنشاركها معكم، لانها غتعطيكم نتيجة يعني بسرعة. وبزاف اللي تعانيوا من تصبغات من البقع الداكنة، داكشي علاش قلت غادي نشاركها معكم. نتمنى ان شاء الله الوصفة هذه تنال اعجابكم، وغادي ان شاء الله نتلاقاو مع وصفة جديدة عما قريب مع فيديو جديد. هنا من بعد ما كنغسلو هذاك الماسك اللي كنستعملوه ضروري كنرطبو بشي زيت مرطب او لا شي كريم مرطب على حسب اللي متوفر ليكم. كترطبو ضروري ترطبو في الليل، يعني ماشي في النهار في الشمس، لا ما كديروش زيوت وكتخرجوا بهم الشمس، ضروري من الترطيب تكونوا يعني في الليل ترطبو شي كريم مرطب او لا شي زيت. ونتمنى هذه الوصفة هذه تنال الإعجاب ديالكم، وفي أمان الله.